لكل مؤمن في له رائحة مميزة. نضوجه الروحي بيختلف من شخص لشخص آخر. ممكن الشخص له مؤمن 50 سنة لكن نضوجه الروحي محدود. في شخص بتلاقي له ممكن 2 سنين مؤمن لكن بتحس إنه عنده نضوج فظيع. نضوج المؤمن بيعتمد على قدي بعيش الكلمة المكتوبة، قدي بيطبق كلمة الله في حياته. ده بيميزه عن باقي الأشخاص لأنه هو عايش الكلمة، الوصايا الكتابية بيطبقها فعليا في حياته، مش بس حافظ آيات. بهالفترة هاي بالأخير عم بكتشف إنه في مؤمنين بيظهروا لهم صورة التقوى، بيظهروا إنهم مؤمنين، لكن لما تحتك فيهم شوي تكتشفي إنه ده كان مجرد قناع، مش رائحة المسيح الذكية.